أعزائي المتداولون، السلام عليكم. معكم أدهم مغربي من ديلي فوركس، ومع توقعاتنا للثاني والعشرين من مارس نبدأها أمامكم كما ترون على الـ S&P 500. كان لدينا هنالك صعود، إذا أن السيناريو الذي ذكرناه آنفا عند مستويات الدعم من 2040 سوف يأخذنا إلى مستويات 2100، بالتالي أرى أن هذا يحصل الآن، لكن يجب أن نوهن الدعم الأولاني كان عند 2040، والدعم الأسفل من ذلك هو عند مستويات 2020. لكن الاتجاه بشكل عام صاعد، لا أرى تغيير في المرحلة القريبة. حتى لو كان لدينا أي هبوط فهو مجرد كسب بعض الزخم للصعود. مستويات الألفين هي مستويات الدعم القوية جدا جدا. على الناس داك 100 كذلك كان لدينا هنالك صعود بعد أن هبطنا إلى مستويات 4400، هذه تعتبر الآن المقاومة الجديدة. 4440 تم اختراقها، نحن بانتظار الوصول إلى مستويات 4520. ما دمنا نتداول ما بين هذه ال 4440 و 4520 نحن في اتجاه صاعد. تداول موفقا وشكرا لكم.